شكرا لك يا رولا وجمال. إذن المجلس الانتقالي في اليمن علق مشاوراته مع الحكومة اليمنية في إطار اتفاق رياض 2. ما هي خيارات الحكومة اليمنية وأيضا ما هي الرسائل التي يوجهها المجلس الانتقالي وإلى من؟ في الخبر بقية. أهلا بكم. لم يصمد اتفاق الرياض الأخير بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أكثر من شهر. انسحب الانتقالي منه لأسباب عديدة، وتزامن إعلان انسحابه من الاتفاق مع انخراطه في معارك في مدينة زنجبار في أبين جنوبي البلاد حيث يسيطر. نبحث في مصير الاتفاق والصمت السعودي بعد انسحاب الانتقالي منه، وهل هي عون للشرعية في اليمن أم منافس للإمارات على اقتسام المصالح فيه؟ شكرا لكم يا سيدي يا صاحبي. ليس أطول من دورة قمر. اتفاق الرياض الأخير شهر وحيد ألغت بعده جرة قدم ما اتفق عليه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة السعودية الرياض. ينسحب المجلس الانتقالي وليس غريبا أن يفعل ذلك، فالاتفاق يسقط عن الإمارات مكاسبها الكبيرة في الجنوب اليمني. لم يكن صعبا عليه رص مسببات الخروج من الاتفاق، وربما لا يبالي إن هو نقضه من دون أسباب. علق المشاورات وأبلغ الرياض بذلك. تلكم ربما أقصى التعاملات الدبلوماسية للالتفات إلى ميدان المعارك، فسرعان ما وصل حطب الصراع. تعزيزات عسكرية تابعة للانتقال أشعلت تحت قدر زنجبار في أبين. يقول المجلس الانتقالي ضمن أسباب انسحابه تزايد وتيرة التصعيد العسكري في محافظة أبين واستمرار عمليات التحشيد صوب الجنوب حيث يسيطر هو، واستهداف المدنيين في شبوة وحضرموت والمهراء. يستفيض المجلس في الأسباب: لم تصرف مرتبات لأشهر، وانهيار الخدمة العامة في محافظات الجنوب، واستمرار انهيار العملة. يعرف المجلس الانتقالي أن كل تلك الأوضاع لم يكن لها لتتغير خلال 30 يوما. يرى المفسرون أن ما أقدم عليه لا علاقة له بتلكم الأسباب بقدر ما هو مقيد بعلاقة المصالح. محافظ المهرة قال إن ما جرى هو هروب من تنفيذ الشق العسكري للاتفاق. إدارة ذاتية في الجنوب ستستعاد، وانتشار عسكري له وحده سيسترد، وخبايا توغل في الجنوب مرسوم المعالم من قبل الإمارات قد يرى قريبا هناك. لم تضع السعودية أي قيود للمجلس الانتقالي تضمن بها وفاء عهد مع الحكومة الشرعية. هي نفسها تناكفها في المهرة، لا تريد أن يفوتها قطار المصالح هناك. تقتحم منفذ الشحن الأبرز لزاد اليمنيين ودوائهم في مديرية حات شرق البلاد على الحدود مع سلطنة عمان، حيث تسيطر الشرعية هناك. تقتحم السعودية المنفذ بمدرعات عسكرية مسنودة بطائرات الأباتشي. أهل سيئون الحضرموتية في الجوار يطالبون بالشرعية. لم يبتلعوا شيئا من بنود اتفاق بات لاغيا. ثاروا بالأمس ضد المجلس الانتقالي، وربما في ثوراتهم بقية ممن ينبغي الخلاص منهم من متلبسي أدوار الحماة. ينضم إلينا من الرياض عبد الناصر العوذلي الأمين العام المساعد لحزب جبهة التحرير وعضو رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي، ومن مدينة شيفيلد صالح النود المتحدث باسم المجلس الانتقالي في لندن في بريطانيا، وينضم إلينا من عمان الدكتور عبد الناصر المودع الباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد النود. الحكومة اليمنية تقول بأنكم انتهزتم اتفاق رياض 2 لاكتساب مزيد من الشرعنة ومتمسكين بالأمر الواقع الميداني، وكل الأسباب التي قدمتموها لتعليق المشاورات هي أسباب واهية. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلام غير صحيح. الحقيقة أننا في المجلس الانتقالي الجنوبي تحملنا مسؤولية كبيرة في أن نخوض في البحث عن حل لمشاكل الشمال، إضافة إلى مشكلة الجنوب التي هي مشروعنا الأساسي. ولذلك نحن كنا قد أثبتنا خلال المرحلة السابقة بأننا حليف وشريك فعال مع التحالف العربي في هذا الاتجاه، ولذلك سعينا إلى أن نصل إلى حل من خلال اتفاق الرياض، ولكن وجدنا أنفسنا أمام واقع مختلف ومغاير تماما لما
كان يأملها الجميع من قبل ما يسمى وما كانت تسمى بالشرعية، التي أصبحت مجموعة من الفرقاء، وللأسف الشديد هناك فصيل معين يعادي الجنوب. عن أي واقع مغير تتحدث سيد النود؟ هل عن يعني المكاسب الاقتصادية أو يعني الأمور التي كنتم تريدون أن تتحملها الحكومة اليمنية، سواء ما يتعلق برواتب الموظفين العسكريين، ما يتعلق بالمؤسسات الرسمية الاقتصادية الأخرى، ومقابل أن لا تعطوا أي شيء للحكومة، يعني عليها أن تدفع وأن تحصل على لا شيء؟ أختي العزيزة، الجنوب تحرر منذ أكثر من 5 سنوات، تقريبا 6 سنوات، وما زال الجنوب يعاني الكثير. المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن على الساحة إلا بعد 2017، وبدأ يطرح هذه النقاط وهذه المشاكل بشكل واضح، وتبناها في كثير من الحالات. لكننا وجدنا أنفسنا أمام شرعية عندها مشكلة حقيقة فيما يتعلق بالجنوب، وكانت متعمدة أن يبقى الجنوب على هذا الحال. ولكن للأسف الشديد يعني المجلس الانتقالي الجنوبي استطاع أن يفرض كثير من الأمور على الواقع حفاظا عن حق الشعب الجنوبي في أن يعيش في أمان، ولذلك كان لابد من حل نهائي لهذه الأزمة، ودخلنا في هذا الاتفاق بغية أن نكون هناك، أن يكون هناك حل على طريق تحرير الشمال أيضا الذي الكل يتناساه اليوم، وتركيز الجميع هو على الجنوب. ولذلك المجلس الانتقالي الجنوبي عندما تصل الأمور إلى يعني انسداد يضر القضية الجنوبية لابد أن يتخذ موقف، وموقفنا في الرياض كان واضحا وهو في هذا الإطار. طيب سيد العذلي، أمام يعني الأسباب التي يقول المجلس الانتقالي بأنها يعني صلبة وله الحق بناء عليها أن ينسحب من هذه المشاورات لأن الأمور وصلت إلى أفق مسدود كما يقول، ولكن هل صحيح أن الحكومة كما يقول المجلس الانتقالي تقوم بتحشيد عسكري وب يعني جناح في الحكومة يدفع باتجاه غير ما يريد جناح آخر فيها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أولا أحيي ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. تفضل. أهلا. الانتقالي لا شك أنه حركة انفعالية نتجت أو شكل نتيجة إقالات بعضا من قيادته، بينما أغلب عناصرهم كانوا في نظام علي عبد الله الصالح، النظام السابق والذي كان مناوئا للقضية الجنوبية. هذا واحد. اثنين، أن المجلس الانتقالي لم يكن جادا حتى عندما تم توقيع اتفاق الرياض، كان هروبا للأمام وكان عبارة عن كسبا للوقت وأيضا لإضفاء بعضا من الشرعية على هذا المجلس. اليوم المجلس الانتقالي أكثر بعدا عن الشعب وعن القضية الجنوبية، هو يريد استخلاصات سياسية ويريد أن يصل إلى مآرب ومطامع سياسية، كان يريد حصة الجنوب من الحكومة وهي 12 حقيبة وزارية، وحينما لم يتسنى له ذلك عمد إلى التسويف في تطبيق اتفاق الرياض أو ما سمي بتسريع اتفاق الرياض. لا شك يا عزيزتي أن المجلس الانتقالي لا يهدف إلى التنفيذ الحقيقي ولا يسعى إلى رأب الصدع بقدر ما يريد كسبا للوقت، وهو ينفذ أجندة خارجية. أنا قلتها مرارا وتكرارا أن الحوار مع الانتقالي مباشرة غير مجدي، الحكومة تريد أن تصل إلى رأب للصدع وإلى حلول وإلى تسوية، فعليها أن تتفاوض مباشرة مع الإمارات. الإمارات هي من يقضي هذا الفصيل الخارج عن إطار المؤسسات الشرعية. الإمارات هي من أوجدت هذه الكيانات المسلحة التي تعيث فسادا في العاصمة المؤقتة. الإمارات هي من تقضي وترسم الاستراتيجية للانتقال، وبالتالي أنا أعتقد أن المفاوضة أو التباحث مع الإمارات مباشرة أكثر جدية
من التفاوض مع أدواتها الذين لا يملكون من القرار شيء، وإنما يطبقون أو ينفذون الأجندة المرسومة. طيب. إماراتية. سيد المودع، في السياسة الحكومة اليمنية تخسر على الأرض، المجلس الانتقالي يعني رغم كل البنود التي تحدث عنها اتفاق رياض أيضا هي في مواقع متقدمة ومعززة، وعليه هل انطلاقا أيضا مما قاله سيد نود يعني يمكن القول بأن هي رسالة من المجلس الانتقالي ومن وراء المجلس الانتقالي إلى السعودية مباشرة؟ مساء الخير نجلاء وتحية لضيوفك الكرام. خطوة الانتقالي لم تكن متوقعة لأنه ليس هناك من جديد على الأرض يجعلهم يقدمون على هذه الخطوة، لكن كما يبدو هي خطوة يراد بها الحصول على تنازلات أو تحقيق مكاسب في أثناء المفاوضات الجارية الآن لتشكيل الحكومة، وقد يصاحبها أيضا ضغوطات ميدانية كاشتباكات هنا وهناك وتحديدا في محافظة أبين، وهذا أمر يعني لا حد كبير مفهوم وواضح في ظل الأجواء التي تحدث في المناطق الجنوبية ومحاولة كل طرف الحصول وتعزيز مواقعه كان ذلك على الأرض أو الحصول على مكاسب فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وغيرها من القضايا التي يتنازع عليها. لكن في الأول والأخير جميع الفرقاء ما يسمى الحكومة الشرعية وما يسمى الانتقالي وغير الانتقالي هم محكومون بالسعودية بدولة الوصاية السعودية وإلى حد ما الإمارات أو جزء منهم بالإمارات، ومن ثم السعودية والإمارات ومن سيقرر القرار النهائي في أي قضية. هناك هامش يترك للأطراف اليمنية للتحرك داخله، لكن الخطوط العريضة ترسم من قبل السعودية والإمارات، واتفاق الرياض الأول وما سمي الآن تسريع اتفاق الرياض كلها رغبات سعودية إماراتية ليس لليمنيين إلا جزء يسير منها، وهذا الأمر متوقع في حالة الضعف والهوان الذي يعيشه اليمن الذي هو عمليا دون حكومة حقيقية تسيطر على الأرض ولها كامل السيادة عليه. تمام، سأعود يعني لاحقا إلى التجاذب إن صح التعبير بين الطرفي المعنيين بالملف اليمني حاليا الإمارات والسعودية انطلاقا مما ذكرت، ولكن سؤالي هنا لسيد العوذلي، هل هو إذن تكتيك فقط من المجلس الانتقالي الآن القول بأنه يعلق مشاوراته من أجل يعني الدفع أكثر فأكثر لتحقيق المناصفة التي على ما يبدو لم تتحقق أو يعني لم يتم الاتفاق عليها تماما؟ لا شك أن الانتقال اليوم وخصوصا عندما ظهر في الشارع الجنوبي وفي المحافظات الجنوبية الائتلاف الوطني الجنوبي وهو محرك للشارع واستحوذ على اهتمام الشارع الجنوبي وبدأ كيانا قويا جماهيريا وشعبيا، اليوم الانتقالي يرى أن أوراق اللعبة تسقط من تحت يديه أو ينحسر في هذه المحافظات التي ادعى زيفا أنه ممثلا حصريا لهذه المحافظات الجنوبية، اليوم الانتقالي يتلاشى في هذه المحافظات ولم يعد يستطيع حتى أن يسير مظاهرة، فشل في حضرموت وفشل في شبوة وفشل في أبين وفشل أيضا في سقطرى، اليوم الانتقالي يحاول أن يضغط من خلال أيضا تعليقه لهذه المفاوضات ومن خلال أيضا تقدمه في محافظة أبين وفي شقرة ميدانيا، وهذا كله ضغط من أجل الحصول على استخلاصات سياسية. جيد. كان يريد الانتقالي أن يمثل الجنوب في الحكومة ب 12 حقيبة وزارية. طيب. سيد النود. وعندما كانت هناك الكيانات. واضح. سيد النود يعني سيد المودع وسيد العذلي كلاهما يرايا في هذه الخطوة بأنها مجرد محاولة ضغط. هل هي فعلا كذلك؟ وهل يعني موضوع المناصفة هو شرط أساسي لتعود إلى المفاوضات أم هناك شروط أخرى؟
أنا أستغرب حقيقة من طرح موضوع أن الانتقالي يريد من خلال هذا أن يصل إلى حقائب وزارية. المجلس الانتقالي الجنوبي قضية ليست قضية حقائب وزارية، أو أن يكون حتى يعني جزء من هذه الحكومة، لم تكن رغبتنا، ولكنها يعني واقع مرحلي لابد لنا أن نمر عبر هذا الواقع وعبر هذه التجربة التي هي تجربة مؤقتة ولمرحلة معينة. أما المجلس الانتقالي الجنوبي وقضية المجلس الانتقالي الجنوبي هي قضية شعب الجنوب التي تطالب باستعادة دولة الجنوب، خاصة وأننا اليوم قد سلم الشمال للحوثي ولم يعد هناك يمن حقيقة. الشرعية التي يتحدث عنها البعض هي شرعية موجودة في فنادق في الرياض، ليس لها وجود على الأرض لا في الشمال ولا في الجنوب. إذن هذا يؤكد سيد النود، يعني يؤكد الحديث عن أن مجلس الانتقال الجنوبي ليس شرعي أو لا تمام، ولكن سيد النود ما تقوله نحن نعرف ذلك جيدا والكل يعرف ذلك حقيقة. سيد النود ما تقوله يؤكد الفكرة بأن المجلس الانتقالي أو الرأي الذي يقول المجلس الانتقالي ليس جادا في انخراطه في مشاورات اتفاق الرياض، وكل ما يريده هو تحصيل موقع حكومي شرعي أكبر ليستمر بمشروعه الأساس الذي ذكرت، يعني حتى أن تراجعه عن فكرة الحكم الذاتي والإدارة الذاتية التي كان أعلنها هو كما ذكرت الآن مرحلي. أنتم من يعني بمكان ما تناورون بكل هذه المشاورات باتفاق الرياض، هذا ما يبدو أيضا من كلامك ومن البيانات السابقة، وهذا ما تقوله الحكومة الآن. يعني كنا واضحين من بداية الأمر، يعني المشكلة ليست في الجنوب، المشكلة أن الشمال قد سلم للحوثي وأن الشمال لن يعود إلى ما تسمى الجمهورية. ولكن الذين يتحدثون معك اليوم ينكرون ذلك ويريد أن يركزوا على الجنوب، لأن الجنوب هو المكان الوحيد لهم، لم يعد لهم وطن في الحقيقة، لأنهم يعلمون جيدا بأن الشمال قد سلم بيد الحوثي. ولذلك نحن نقول بأننا كنا نريد أن نساعد أخوتنا في الشمال بأن نصل إلى صيغة معينة نستطيع من خلالها أن نجابه الحوثي، لكن للأسف الشديد بينما نحن نسعى في هذا الاتجاه نجد الأخوة في الشمال والأخوان الذين يظهرون جنوبيين بين الحين والآخر هم أخوان لنا جنوبيين، ولكن للأسف الشديد ما زالوا يرمون أنفسهم يعني ويعيدوا التجربة المكررة 94. هم يعلمون ماذا جرى لهم بعد ما اندخلوا الجنوب طيب. وغزوا الجنوب مع ولذلك نحن نقول طب انطلاقا مما ذكرت أريد أن أسأل هنا سيد المودع على هذه النقطة، يعني فكرة التجاذبات بين يعني في الجنوب بين الأطراف السياسية في الجنوب غير الحكومة، إلى أي درجة المجلس الانتقالي يريد أن يعني يسيطر على هذا المشهد بالكامل؟ معركته إن صح التعبير هي مع الأطراف الجنوبية الأخرى وليس بالضرورة فقط مع الحكومة أو حتى يعني مع ما يقول الآن الحوثيين أو أي طرف آخر الآن فاعل في اليمن. إلى حد كبير هذا صحيح، المجلس الانتقالي معركته في الجنوب هو يريد أن يسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي ومن سكان الجنوب، ويريد أن يبسط سيطرته على كل الجنوب، هذا ما يحلم به. لكن أحب أن أؤكد على شيء، الأخ النود وكأنه يتكلم وكأن الجمهورية اليمنية انتهت، وهذا كلام ليس إلا في عقول الانفصاليين. ليس هناك شمال جنوب، هناك الجمهورية اليمنية، هذا هو الكيان القانوني الموجود والمعترف به من العالم والذي سيستمر، يعني ليس هناك أي إمكانية للانفصال، هذه أوهام وأحلام، وكل الأمور هي مرتبطة بالوصية الخارجي ومن سيحسم الأمور على الأرض. وبالتالي المجلس الانتقالي وغير المجلس الانتقالي لا يمكن لهم أن يتحركوا إلا بإعازات من الخارج، وفي حال قرر هذا الخارج حتى حل المجلس الانتقالي سيحل المجلس الانتقالي، خاصة أن المجلس الانتقالي ليس له مقومات حقيقية، هو عبارة عن كيان مصطنع تم صنعه من قبل الإمارات ويتكون من سلفيين ومن جهويين ومن انفصاليين ومن اشتراكيين ومن مؤتمرين وغيرهم، وبالتالي هو كيان هش. الاسمنت الذي يجمعه هو المال الإماراتي والنفوذ الإماراتي وأيضا القبول
قبول السعودي به إذا ما ذهب هذين الأساسين السعودية والإمارات، أو قررت السعودية تحديدا بأن لا يكون للمجلس الانتقالي أي وجود، مسألة اختفائه هي مسألة ستكون مسألة سهلة جدا. لهذا السبب هؤلاء يتصارعون على حصص أو على مناطق يسمح لهم التحالف والسعودية تحديدا بأن يتصارعوا حولها، وفي النهاية ستحسم الأمر السعودية، هما لا يستطيعوا أن يفرضوا شيء بأنفسهم إلى نهاية الأمر، فقط عبارة عن مناورات سياسية مثل ما حدث الآن من خلال تعليق المفاوضات أو من خلال أي عمليات عسكرية على الأرض، وتظل عمليات عسكرية محدودة لا يسمح بتجاوز خطوط حمراء. لهذا السبب المجلس الانتقالي عليهم أن يتواضعوا وأن يعرفوا حجم أنفسهم، هم ليسوا إلا كيان مصطنع لصالح قوى خارجية، وإذا رأت هذه القوى بأن ليس لها مصلحة من بقائه سيتم حله بكل سهولة وبكل بساطة. سيد نود، وفق كلام سيد المودع عليكم أن تعيدوا حساباتكم. نحن حسبنا حساباتنا جيدا، نستمد قوتنا من قضية شعبنا ومن إرادة شعبنا، ولذلك لا السعودية ولا الإمارات ولا الشرعية ولا أي طرف يستطيع أن يفرض على شعب الجنوب ما هو خياره. نحن فقط نتعاون مع الأشقاء لإيجاد حل الأزمة اليمنية، ولكن عندما يكون الطرف المعني في الأمر وهم الأقوى في الشمال لا يريد الحل، لذلك نكون نحن قد أوفينا بما علينا ولنتجه نحو الحفاظ عن شعبنا وقضيته. ونقول لإخواننا الجنوبيين الذين ما زالوا مقررين، عليهم أن يبدأوا في التفكير جيدا بأن الوقت والتاريخ لن يرحم، وسيعود مرة أخرى إلى أن يرميهم الطرف الشمالي مثل ما رماهم في السابق، وهذه دروس من الماضي، عليهم أن يعيوها جيدا. فلنعود مع بعض، أنا أدعو إلى حوار حقيقة في الجنوب وحوار الأخوة في الشمال يقودوا أنفسهم يحلوا مشاكلهم في الشمال، ومن ثم ربما تكون هناك علاقات يعني مصالح مشتركة بيننا، ونعيد بناء الجسور ما بين الشعبين الذي دمرته هذه المنظومة وهذه الشرعية التي دمرت كل شيء جميل. ولكن سيد نود، يعني هذه الأطراف الجنوبية التي تصفها بأنها مغرر بها أو بأنها إلى جانب وفي صف نوعا ما الحكومة اليمنية، هي عمليا في متمسكة باتفاق الرياض الأول ورياض اثنين، هي في صف السعودية. المجلس الانتقالي ينظر إليه بأنه أداة إماراتية في الجنوب وعليه. هل رسالة المجلس الانتقالي هي في سياق ما ينظر إليه تجاذب بين الإمارات والسعودية؟ ليس هناك تجاذب حقيقة. الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية دخلوا بمشروع واضح، ولكنهم لم يجدوا الشريك الحقيقي من خلال يعني الشرعية التي باعت الشمال للحوثي وسلمت الحوثي، وجدت في المجلس الانتقالي الجنوبي الحليف الوحيد والشريك الفعال، وفي المقاومة الجنوبية وفي شعب الجنوب الحاضن الحقيقي لهذا للتحالف، ووجدت في ذلك يعني تحالف استراتيجي استطعنا من خلاله ان نحقق الكثير منه، مثل محاربه الارهاب والكثير من الايجابيات التي تحققت التي يريد الطرف هذا ان ينكرها، ويريد ان ياخذوا في الازمه في هؤلاء الذين لا يستطيعوا ان يسموا الامور بمسمياتها، بان الشمال قد سيطر على الحوثي، وانهم من خلال اتفاق الرياض عليهم ان يتعاونوا حتى نجد حلا لهم في درجة أساسية للشمال. أما الجنوب فسنتحاور فيما بيننا وسنجد مخرج لكل الأزمات التي يواجهها الجنوب هذه الأيام بإذن الله. سيد العوذري، فيما يطرحه سيد نود، هل هناك أي نقاط يمكن يعني التحاور بشأنها، رغم يعني في البداية يقول هناك أطراف مغرر بها، ثم يقول نحن فيما بيننا كجنوبيين ممكن أن نحل مشاكلنا؟ المشكلة أن المجلس الانتقالي لديه انفصام في التعاطي مع بعض الأمور. هو أولا يضع نفسه في الواجهة كممثل حصري للجنوب، ويسمي الكيانات الأخرى بأنها كيانات مقرر بها، وهو يعلم أن المجلس الانتقالي حديث عهد بالتكوين، وهو تكون في 2017، وبالتالي ليس كيانا أصيلا أو أنه من الكيانات التي حملت على عاتقها وعلى كاهلها النضال السلمي الجنوبي الذي انبثق في 2007 عن طريق الحراك السلمي. واليوم الساحة الجنوبية فيها العديد من الكيانات السياسية التي تحمل هم القضية الجنوبية،
لو أن الإخوة في الانتقال يدركون أنهم مكون سياسي، نحن سنتعاطى مع الانتقال فيما إذا رأى الانتقال أنه أحد مكونات العمل السياسي وأنه ليس ممثلا حصريا للشعب الجنوبي. في هذه الحالة نستطيع أن نتعاطى مع الانتقال وأن يكون كيانا ضمن الحركة السياسية الجنوبية. لكن المشكلة في الانتقال هو أنه يتعاطى مع الأمر وكأنه هو من يحمل هم القضية الجنوبية، وكأن الجنوب عبارة عن شيء تم توكيله أو أن الشعب الجنوبي وكل الانتقال أو فوضه، وهذا أمر خطير جدا وبعيد عن الحقيقة. اليوم الائتلاف الوطني الجنوبي أظهر أن له ثقل وأن له حجم أكبر من حجم الانتقال على الساعة الشعبية، واستطاع الائتلاف الوطني الجنوبي أن يستنثر همم الشارع الجنوبي، وأيضا استطاع أن يفرض على الانتقال في المفاوضات في الرياض أن يقبل بأربع حقائب، بعد أن كان الانتقال يصر إصرارا بالغا على أن يحوز على حصص الجنوب الاثنى عشر. طيب مجددا نعود الى المشاكل بين الاطراف الجنوبيه بمحاصصه الحقائب الوزاريه في الحكومه، وليس فقط يعني بين الحكومه والاطراف الجنوبيه الاخرى. سيد المودع، هل فشلت او افشلت السعوديه في مساعيها لاحتواء المشاكل في الجنوب او جعله ضمن جبهه موحده مع الحكومه اليمنيه لمواجهه الحوثي؟ ما يحدث في الجنوب وما سمي باتفاق الرياض وما قبل اتفاق الرياض من اشتباكات كلها مظاهر تأتي في سياق فشل عام سعودي لإدارة الشأن اليمني منذ أكثر من 5 سنوات. هذه مظاهرها، أنها أولا لم تشكل السعودية حكومة شرعية في اليمن، بل على العكس من ذلك ساهمت بشكل أو بآخر بإضعاف هذه الحكومة، بل اختفائها، لم يعد لها وجود على الأرض وأصبحت تدار في داخل من داخل الرياض. عمليا الحكومة الشرعية هي أداة من أدوات السعودية وليس لها أي ثقل، حتى شرعيتها أصبحت ضعيفة جدا. ومن ثم ما يحدث في الجنوب واتفاق الرياض وغيره هي مظاهر للفشل السعودي، لكن في التفاصيل السعودية تستطيع أن تحسم الأمور أو على الأقل تحرك الأمور للأمام، بمعنى مثلا عندما استطاعت أن يتم تعيين رئيس الوزراء الذي أصرت عليه، ومن ثم تعيين محافظ عدن ومدير أمن عدن وغيرها من التفاصيل الصغيرة. لكن المشهد العام لا يمكن تخيل أن يكون هناك حكومة حقيقية تتبع الجمهورية اليمنية، خاصة وأن هذه الحكومة ستشكل من قبل انفصاليين واضحين، يعني يتحدثون بأنهم سيفككون الجمهورية اليمنية ولا يعترفوا بحكومة الجمهورية اليمنية ويعتبروا جيشها جيش احتلال، وبالتالي يعني هناك حالة من الفوضى، والسعودية تريد أن تستخدم هذه الفوضى أو أن تدير هذه الفوضى، لكن تظل الفوضى فوضى، وأعتقد بأنها أكبر من قدرات السعودية لأن تدير فوضى في دولة مثل اليمن، دولة معقدة سكانها أكبر من سكان السعودية، وبالتالي الوضع أكبر بكثير مما يخطط له السعوديين. شكرا جزيلا لك من عمان دكتور عبد الناصر المودع الباحث السياسي. أشكر من الرياض عبد الناصر العوذلي الأمين العام المساعد لحزب جبهة التحرير وعضو رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي، ومن شيفيلد صالح النودة المتحدث باسم المجلس الانتقالي. شكرا للمتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.